سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم محلول رائع لبشرة رائعة وبياض ناصع. نبدأ على بركة الله. المكونات اللي نحتاجوها، نحتاج المكون الأول هو عصير الطماطم كما راكم تلاحظون هنا، عصير الطماطم. المكون الثاني هو تاي، تاخذي كمية من التاي تشليها وديريها تغلي حتى تحصلي على التاي تاعك، هذا ما عنده حتى إضافة، ما ضيفي له والو. والمكون الثالث هو عصير خيار، تجي تشدي نصف حبة خيار تبشريها بالقشرة تاعها وتحصلي على العصير. كما راكم تلاحظوا هنا، انا دوك نعمرهم ونحتاجوا قرعة ذات رشيش، دوك انا نعمرهم في القرعة ونعاود نرجع لكم. كما راكم تلاحظون هنا، اني درتهم في القرعة نتاعي هنا وخلطت المكونات مع بعض. تخذي القارورة تاعك باش تكون تنسجم المكونات كاملة مع بعضها. بالنسبة لهذا كي لازم يكون نفس المكيال اللي تكيلي به التاي، هو نفسه تاع عصير الخيار، هو نفسه عصير الطماطم، وتستعمليه يوميا في أي وقت، خاصة الماكثات في البيت، في أي وقت ترشيه على وجهك. حقيقة محلول رائع، نتمنى تجربوه وتعطوني آراءكم عليه. وفي الأخير سلام.